وللحديث عن خيبة أمل العراقيين من الأمم المتحدة واحتجاجاتهم على زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريش ولقائه بزعماء الميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء. حياكم الله أيضا، حياكم الله، تحياتي لك. أهلا بك أستاذ ضياء. يعني نخب ومنظمات عراقية توجه مذكرة احتجاج ضد سلوك بعثة يونامي وتخادمها مع الحكومات، بداية إلى أي مدى شكلت زيارة غوتيريش خيبة أمل للعراقيين من سياسات المنظمة الأممية وبعثتها أيضا في العراق؟ حقيقة كانت خصوصا المنظمات الحقوقية المشرفة بالوقت الحاضر الغير حكومية والحكومية أيضا منها المشرفة على حالة الإنسانية الموجودة في المخيمات وفي المناطق بعامة العراق كانت مخيبة للأمل، لأنه يعني شخصية مثل هكذا، شخصية يزور العراق ويلتقي بمسؤولين هم يقومون بانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وفي المخيمات ويتحدث مع هؤلاء، أنا ما أعرف شو الحديث الذي دار بينه وبينهم، يعني يترجاهم بقلة العمليات الإجرامية ضد العراقيين الموجودين، ولا كيف يعني ما يعني شو هو المطلوب من هذا الشخص حتى يعني يعود؟ هو مصنف من المنظمات الإرهابية الدولية حتى بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتوقع هذه العملية أتت دعما للحكومة العراقية المرتبكة في تكوين الحكومة وفي تكوين السياسة العامة للعراق، لأنه بالوقت الحاضر يعني لا يوجد جديد من هذه الحكومة التي بدأت أعمالها قبل 6 أشهر، ولحد هذه اللحظة احنا لم نلاحظ أي تغيير موجود على أرض الواقع في العراق. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، ما مصلحة الأمم المتحدة في لقاء زعماء الميليشيات؟ ما الذي يمكن أن تقدمه تلك الميليشيات للأمم المتحدة؟ أنا أعتقد هذه الرسائل للميليشيات يعني توقعاتي، هذه توقعاتي وأتمنى تكون توقعاتي خاطئة. هم يباركون لهذه الميليشيات بالعمل وبالاستمرار بقتل العراقيين، لأن هو هذا البرنامج اللي من 2003 ولحد هذا اليوم هم مستمرين عليه. هذه المجموعة التي تتحكم على أرقاب العراقيين وتنهك أراضي العراقيين وأموال العراق وتستنزف دماء العراقيين وانتهاكات لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية يعني تكتب التقارير وهذه المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولية حينما تأتي وتزور المجرمين القاتلين، يعني كيف واحد يفسرها؟ أنا تفسيري إلها هم مدعومين من هذه الجهات. إذن البرنامج السياسي أو البرنامج الاحتلال الأمريكي للعراق هو أتى بهذه المجاميع، وهذه المجاميع هي مباركة، يعني قاعد يوضحون هي مباركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات التابعة إلها. يعني حقيقة هذا موظف من موظفين الخارجية الأمريكية، يعني هل معقول يجي يزور ميليشيات متهومة بالإرهاب، متهومة وعلى لائحة الإرهاب، ويجي يعني يلتقط الصور ويتحدث معهم؟ كل المجاميع اللي التقى معاهم ما عدا مجاميع الدولة بالتأكيد التقى مجاميع الدولة، يعني مجاميع إرهابية قتل مجرمين انتهكوا لحقوق الإنسان، المفروض يعني لم يلتقي بهؤلاء ويشجع الحكومة العراقية إذا كانت هنالك حكومة عراقية للقضاء على هذه المجاميع المسلحة اللي يسموها في العراق المجاميع الإرهابية. إذن أستاذ ضياء، يعني في أي سياق يمكن وضع ادعاء الأمم المتحدة أنها منظمة حيادية؟ والله أنا ما أتوقع بها حيادية إطلاقا، يعني حقيقة هذا الأمر من أمر يعني من الحصار على العراق وقتل الأطفال العراقيين، بغض النظر احنا نتفق مع النظام السابق أو نختلف معه، بس الحصار الذي كان على العراق يعني حصار جائر جدا،
وكان يعني بذلك الفترة احنا علمنا هذه المؤسسة الدولية هي مؤسسة قمعية وليست ردع وليست مساندة الشعوب، بالعكس يعني احنا قاعد تضح لنا ازدواجية المعايير الموجودة. اذا نوضع مال اوكرانيا بالوقت الحاضر الحرب، وهذا اعتداء روسي على اوكرانيا، واحنا نقر هذا الشيء انه اعتداء على بلد بهذه الصيغة غير مقبول، ولكن الاعتداء على العراق كان بنفس الصفة وبنفس الصيغة، والممثلين حتى في الاتحاد الأوروبي يتكلمون بهذا الموضوع عن ما حدث بالعراق وهذه الازدواجية في المعايير. إذن الأمم المتحدة ليست جهة حيادية وإنما جهة موجهة سياسية، ولهم برنامجهم السياسي الانتقام. أنا ما يعني لا يمكن أفسر الانتقام من هذه الشعوب الضعيفة. نعم، غوتيريش أشار يعني إلى أن حكومة السودان تميزت بالفعل بالتعامل مع النازحين. برأيك يعني إلى ماذا استند غوتيريش في ادعاءاته هذا؟ والله ما أعرف، لربما مقدمي له تقارير يعني وهو مصدق بهذه التقارير أو يعلم هذه التقارير، لأن هو عنده مؤسسة كبيرة وهذه المؤسسة ترفع له التقارير الصحيحة وتكلمه بهذا الموضوع. بس يعني حتى السفيرة الأمريكية من تقول في تصريحات لها وفي تغريدة لها التعاشر الطائفي الموجود في العراق أفضل من تعاشر طائفي في العالم كله. أنا ما أعرف على إيش استندت يا أخي، قاعد يقتلون هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا على أساس الطائفة، وهذا الموضوع يعني يريدون يوضحون للعالم أنه العملية السياسية الموجودة في العراق هي عملية مثالية، وهذه العملية اللي أتت بها الحكومة الأمريكية أو النظام الأمريكي، يعني الشعب الأمريكي بريء من هذه العمليات السياسية الذي تمر على شعوب العالم. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشماري، شكرا جزيلا لك.